دعاء تقرأه لتنال مطلوبك خلال 3 أيام بإذن الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مالك الرقاب ويا هازم الأحزاب، يا مفتح الأبواب، يا مسبب الأسباب، سبب لنا سببا لا نستطيع له طلبا، بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مالك الرقاب ويا هازم الأحزاب، يا مفتح الأبواب، يا مسبب الأسباب، سبب لنا سببا لا نستطيع له طلبا، بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مالك الرقاب ويا هازم الأحزاب، يا مفتح الأبواب، يا مسبب الأسباب، سبب لنا سببا لا نستطيع له طلبا، بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مالك الرقاب ويا هازم الأحزاب، يا مفتح الأبواب، يا مسبب الأسباب، سبب لنا سببا لا نستطيع له طلبا، بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مالك الرقاب ويا هازم الأحزاب، يا مفتح الأبواب، يا مسبب الأسباب، سبب لنا سببا لا نستطيع له طلبا، بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مالك الرقاب ويا هازم الأحزاب، يا مفتح الأبواب، يا مسبب الأسباب، سبب لنا سببا لا نستطيع له طلبا، بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مالك الرقاب ويا هازم الأحزاب، يا مفتح الأبواب، يا مسبب الأسباب،
سبب لنا سببا لا نستطيع له طلبا، بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أجمعين. يا مالك الرقاب ويا هازم الأحزاب، يا مفتح الأبواب، يا مسبب الأسباب، سبب لنا سببا لا نستطيع له طلبا، بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مالك الرقاب ويا هازم الأحزاب، يا مفتح الأبواب، يا مسبب الأسباب، سبب لنا سببا لا نستطيع له طلبا، بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مالك الرقاب ويا هازم الأحزاب، يا مفتح الأبواب، يا مسبب الأسباب، سبب لنا سببا لا نستطيع له طلبا، بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مالك الرقاب ويا هازم الأحزاب، يا مفتح الأبواب، يا مسبب الأسباب، سبب لنا سببا لا نستطيع له طلبا، بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مالك الرقاب ويا هازم الأحزاب، يا مفتح الأبواب، يا مسبب الأسباب، سبب لنا سببا لا نستطيع له طلبا، بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مالك الرقاب ويا هازم الأحزاب، يا مفتح الأبواب، يا مسبب الأسباب، سبب لنا سببا لا نستطيع له طلبا، بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مالك الرقاب ويا هازم الأحزاب، يا مفتح الأبواب، يا مسبب الأسباب،
سبب لنا سببا لا نستطيع له طلبا، بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أجمعين. يا مالك الرقاب ويا هازم الأحزاب، يا مفتح الأبواب، يا مسبب الأسباب، سبب لنا سببا لا نستطيع له طلبا، بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مالك الرقاب ويا هازم الأحزاب، يا مفتح الأبواب، يا مسبب الأسباب، سبب لنا سببا لا نستطيع له طلبا، بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مالك الرقاب ويا هازم الأحزاب، يا مفتح الأبواب، يا مسبب الأسباب، سبب لنا سببا لا نستطيع له طلبا، بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مالك الرقاب ويا هازم الأحزاب، يا مفتح الأبواب، يا مسبب الأسباب، سبب لنا سببا لا نستطيع له طلبا، بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مالك الرقاب ويا هازم الأحزاب، يا مفتح الأبواب، يا مسبب الأسباب، سبب لنا سببا لا نستطيع له طلبا، بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مالك الرقاب ويا هازم الأحزاب، يا مفتح الأبواب، يا مسبب الأسباب، سبب لنا سببا لا نستطيع له طلبا، بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مالك الرقاب ويا هازم الأحزاب، يا مفتح الأبواب، يا مسبب الأسباب،
سبب لنا سببا لا نستطيع له طلبا، بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أجمعين.